هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. قبل ساعات من انتخابات المغتربين، حملة سعودية عنيفة على الحريري وسط سجال ساخن بين المستقبل والقوات، فما هي الخلفيات؟ بعد الهجوم السعودي الواضح عليه، ما مصير الغطاء الإقليمي والدولي الذي دعم الحريري؟ وتدخل أطراف خارجيين فاعلين بصورة مكشوفة في الانتخابات، هل يأتي على خلفية إخفاق حلفائها في تغيير موازين القوى؟ مرحبا بكم. يبدو أن السعودية تقصدت القول صراحة إنها تخوض معركة الانتخابات في لبنان وإنها تسعى للسيطرة على قراره السياسي، وقد تكون الحملة الإعلامية على الرئيس الحريري أحد أشكال التدخل المباشر. سبقتها إفطارات انتخابية أقامها سفيرها في بيروت وليد البخاري. الحركة السعودية تثير الكثير من التساؤلات، فهل كشفت الرياض عن مأزق للموالين لها في لبنان يمنعهم من تغيير موازين القوى؟ وهل بات الموالون في معركة مباشرة مع الحريري دفعتهم إليها الرياض للحصول على الصوت السني؟ وهل يعد كلام رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن السفير السعودي موافقة على تدخل المملكة وإشارة إلى عجز عن إقناع الناخب السني بالتصويت؟ قيل الكثير عن تسوية بين الرياض وباريس أعادت السفير السعودي، لكن هل اكتشف البخاري إرباكا يعيشه الحلفاء يربك السياسة السعودية في لبنان؟ وهل توافق باريس على النهج السعودي؟ إقليميا، هل هناك موافقة عربية على تحييد الحريري وإلغائه سياسيا في لبنان؟ وبالتالي ما مصير الزعامة السنية؟ إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من العاصمة عمان مدير مركز القدس للدراسات السياسية السيد عريب الرنتاوي من طرابلس بشمال لبنان، ينضم إلينا المشرف على موقع الانتشار الإلكتروني سيد إبراهيم عوض، ومن العاصمة القاهرة ينضم إلينا رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربية سيد أسامة الدليل. مرحبا بكم ضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بهذا التقرير. هجوم سعودي مباشر على رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري بالتزامن مع حراك لسفير الرياض في الداخل اللبناني لتجنب مفاعل انسحاب الحريري من الحياة السياسية وتغيير نتائج الانتخابات المقبلة. أجري الدندش. لا تكاد تذكر العملية الانتخابية في أي دائرة في لبنان من دون ذكر انسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من المشهد السياسي وتأثير ذلك على نسبة المشاركة ولا سيما في الشارع السني الوازن. انسحاب الحريري ترافق مع التزام كبير من نواب كتلته بعدم الترشح وانتشار حملات عبر المنصات الإلكترونية تدعو إلى الالتزام بقرار قائد تيار المستقبل. هذا المشهد تغير جزئيا مع عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان وإطلاق ورشة لقاءات وجولات تهدف إلى تغيير الواقع الانتخابي لمصلحة القوات اللبنانية وتحفيز الشارع المؤيد للمستقبل المقاطع للمشاركة لمصلحة حلفاء السعودية. الموقف السعودي تقاطع مع حراك داخلي يقوده رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عنوانه العريض إن الالتزام بقرار الحريري يقدم خدمة للمقاومة وحلفائها. ما كان يحاك خلف الكواليس وفي حفلات الإفطار واللقاءات السياسية أخرجته السعودية إلى العلن عندما شنت حملة صاعقة على رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عبر جريدة عقاظ التي كتبت: قدم سعد الحريري أكبر خدمة لقتلة والده، وذلك بدعوة الطائفة السنية لمقاطعة الانتخابات لإخلاء الساحة الانتخابية لحزب الله والتيار العوني على حساب وطنه لبنان. القوات اللبنانية واكبت حراك السعودية السنيورة عبر وسائل إعلام إلكترونية محسوبة عليها ضد الحريري وتيار المستقبل، ما دفع المنسق الإعلامي في تيار المستقبل إلى الرد بتغريدة متهما ما وصفها بأقبية معراب بشن حملة مسمومة ضد الحريري وتيار المستقبل. وفي ظل كل هذه التطورات يصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفير السعودي في لبنان بأنه صار جزءا من النسيج اللبناني ووجوده أساسي في الانتخابات.
على الساحة اللبنانية أصبحت اللعبة مكشوفة، سفراء يصولون ويجولون في الداخل ويتدخلون بشكل سافر في اللعبة الانتخابية بتفاصيلها. حسابات الصناديق كشفت واقع الأرض وتوزيع القوى في لبنان، ما حتم هذه الزحمة في الحراك السياسي في محاولة يائسة لتغيير المحتوم في 15 من أيار مايو المقبل، بعد سنوات من الحديث عن فقدان المقاومة وحلفائها لثقلهم الشعبي. وعليه، كيف سيتعاطى الغرب مع نتائج هذه الانتخابات فيما لو فشلت السعودية في تغيير ما أصبح واقعاً سياسياً؟ أوغاريت دندش، بيروت، الميادين. نجد الترحيب بضيفنا، أبدأ وإياك سيد إبراهيم عوض. يقدم ما كتب في صحيفة عكاظ السعودية من هجوم عنيف، من استخدام مصطلحات فيها تعمد بالإساءة لشخص رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على أنه رسالة قاسية حادة جدا من المملكة العربية السعودية. كيف تفهمها أنت ولماذا الآن؟ اولا شكرا على الاستضافه. اهلا بك. بالنسبه لجريده عكاظ، اريد ان اشير الى ان جريده عكاظ يعني لا تعكس جو الدوله السعوديه، الجو الرسمي السعودي، ولكن هي تعكس اجواء السعوديه كما ارى. يعني كما تعلمين عزتي، انا عملت لمده 20 سنه في جريده الشرق الاوسط. صحيح. يمكن ان نقول ان جريده الشرق الاوسط تعكس الرأي السعودي الرسمي، ولكن جريدة عكاظ لا تعكس الرأي السعودي الرسمي. ومع ذلك هناك جو سعودي طبعا ناقم على الرئيس سعد الحريري، وهذا واضح من محطات عدة، ليس فقط ما ورد في عكاظ، بس قبل ذلك من عدم استقبال الرئيس سعد الحريري منذ زمن في المملكة العربية السعودية، وخصوصا بعد أن تعرض لعملية الاعتقال أو التوقيف القسري، وحصل ما حصل بعد ذلك من ترد في هذه العلاقات وصولا إلى يومنا هذا. وجاء أيضا قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي وتعليق المشاركة في الانتخابات، يعكس أيضا يعني الجو السعودي كما تحدثنا، لأنه الجو السعودي غير مؤيد للرئيس سعد الحريري وغير داعم للرئيس سعد الحريري. لكن بماذا اختلف وكيف سيد ابراهيم عوض؟ بماذا اختلف وكيف؟ يعني اليوم عكاظ مرر فيها مؤخرا رسائل ربما تشير نقطة مهمة بأنه ليست رسالة قطعية مباشرة، ربما هناك ما يراد من بعد هذه الرسالة، لذلك لم يكن في الشرق الأوسط مثلا. لكن ما الذي اختلف وكيف؟ نحن نرى مسارا فيه تباعد في العلاقة، أن نصل إلى هذا المستوى، ما الدافع له؟ ولماذا الآن؟ طبعا أنت محقة في سؤالك عزيزتي، ولكن هناك طبعا لدينا بعض المعلومات علينا أن نتأكد منها أكثر. ولكن على سبيل المثال أريد أن أذكر أن المملكة العربية السعودية حين طلع الرئيس سعد الحريري وأعلن استقالته من المملكة العربية السعودية وتحدث عن حزب الله وهاجم حزب الله ثم عاد عن الاستقالة، أعتقد أن المملكة العربية السعودية لم تكن راضية لعودة الرئيس سعد الحريري عن هذه الاستقالة، ومن هنا الأزمة الكبرى بين المملكة، بين الرياض والرئيس سعد الحريري، والتباعد الكبير الذي حصل، لأن الرئيس سعد الحريري كما نعلم لم يجاري المملكة العربية السعودية في هذا الهجوم المباشر على حزب الله. هو قام بما يسمى كما تذكرين زميلتي الكريمة بربط نزاع، وهي لم تكن تريد ربط نزاع، هي كانت تريد صدام وليس بربط نزاع. طيب أنتقل إليك بهذه النقطة تحديدا سيد الرنتاوي، حتى يعني ولو استشرافا يعني نقرأ انطلاقا مما جاء في جريدة عكاظ. وأنت أيضا يعني سيد الرنتاوي لديك تجربة في التعامل مع الصحف، لا سيما أيضا في الجانب يعني فهم الصحف الخليجية تحديدا السعودية. هل يمكن كتابة مثل هكذا مضمون دون أن يكون هناك موافقة رسمية من الديوان الملكي، من ربما ولي العهد السعودي أو الملك السعودي؟ لا ندري. لكن سيد الرنتاوي، هل قطعت شعرة معاوية بين المملكة العربية السعودية والرئيس سعد الحريري؟ لأن المحتوى الذي جاء في عكاظ محتوى فيه تعمد
في إظهار بشكل أو بآخر الإساءة للرئيس سعد الحريري عندما يقال في تشيع سياسي لارتماء في أحضان إيران، قيل بأنه ضعيف وفاشل سياسيا وما إلى ذلك؟ يعني دعينا نبدأ بالقول بأن ما ينشر في الصحف السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها يعبر بهذا القدر أو ذاك عن رأي المملكة. نحن لا نعرف ولم نسمع عن تعددية إعلامية ومنابر مفتوحة ورأي ورأي آخر في هذا المجال، خاصة عندما يتعلق القضية الأمر بقضية حساسة يعني كالقضية اللبنانية والموقف من سعد الحريري، وفي توقيت أكثر حساسية على ما بعدت أيام من الانتخابات. هذه رسالة، وهذه ليست رسالة صحفي أو صحيفة، هذه رسالة سياسية بامتياز، هذا أولا. ثانيا، الرسالة تأتي انسجاما مع سلسلة من المواقف السعودية حيال الحريري والحريرية السياسية عمرها أكثر من 5-6 سنوات، ليست أمرا جديدا. يعني نحن لازلنا نذكر اعتقاله وإجباره على الاستقالة على الهواء مباشرة بالرغم من أنفه، ومحاولة خلق بدائل وطلب البيعة لأخيه وغير ذلك من والقطيعة التي حصلت مع سعد الحريري طوال هذه السنوات. يعني وبالتالي موقف كهذا يأتي منسجم وله خلفية طويلة عريضة في هذا المجال، وهذا ثانيا. ثالثا، في ظني أن توقيت نشر هذه الرسالة الآن هدفها كسر قرار المقاطعة وتعليق العمل السياسي الذي أعلنه الحريري قبل عدة أسابيع. السعودية كانت في البداية في الحقيقة تعتمد سياسة إدارة الظهر للبنان، وكان شعارها ليغرق لبنان بحزب الله، هذا الأساس، كانت مستعدة أن تتسامح مع غرق لبنان إذا كان الثمن هو إغراق حزب الله بشكل أو بآخر. لكن السعودية اكتشفت أن سياسة الحرد وإدارة الظهر تصب القمح صافيا في طحونة حزب الله وحلفائه، وبالتالي لبنان لن ينهار، لبنان ستفقد السعودية فيها مواقع أقدامها. وبالتالي جاءت المبادرة الفرنسية لكي تقدم سلم لولي العهد السعودي للنزول عن الشجرة التي صعد إليها، فغيرت الحكومة السعودية سياستها وحاولت أن تستدرك الوقت الذي فاتها، سيما وأن عداد الانتخابات كان يدور يوميا ونقترب من استحقاق بالغ الأهمية وبالغ الحسم بهذا المعنى. لذلك هي اليوم في سباق مع الزمن، نرى حركة كثيفة على محور الأصدقاء، نرى مالا كثيفا، نرى لقاءات على أرفع المستويات وبشكل شبه يومي فيما يشبه غرفة عمليات يعني تقودها المملكة العربية السعودية الآن، لتدارك ما يمكن تداركه ولتعويض الوقت الذي ضاع بسياسة الحرد وإدارة الظهر. هذا يعني ببساطة أن حلفاء السعودية بالذات من الطائفة السنية يريدون عونها، يريدون تكسير قرار الحريري بالمقاطعة. القرار الاستراتيجي السعودي في ظني أن لا للحريرية السياسية كوكيل حصري للتمثيل أو للنفوذ السعودي في لبنان. السعودية يبدو أنها أقرب لفكرة اعتماد مجموعة من المراجع والمرجعيات والحلفاء في داخل الطائفة، ولا وكالة حصرية لأحد في هذا المجال، هذا أولا. ثانيا، ربما يكون للحريرية السياسية دور في المستقبل، ولكن كفريق سني وليس كفريق ممثل للطائفة السنية. الآن التكتيك السعودي الأساسي ينصب على نقطتين أساسيتين: السعي قدر الإمكان لتفادي أي خسارة في الانتخابات القادمة من خلال توسيع حصة القوات اللبنانية على حساب التيار الوطني حليف حزب الله، تصعيد جماعات يعني سنية وجماعات من الحراك المدني بالذات تلك التي يدور برنامجها الانتخابي على موضوع السلاح وحزب الله والاحتلال الإيراني، علها تخلق بذلك كتلة وازنة، ثلثا معطلا أو سميه كما شئت يعني في هذا المجال. السعودية تدرك أن حصة الثنائي الشيعي محفوظة في مناطقه، والسعودية تدرك أن الصراع الآن يكاد ينحصر. وكانت تشير إلى موضوع أنه عدم قدرة لتغيير موازين القوى على الأرض، ذلك يستدعي تحركا مباشرا حضورا بثقل سعودي. اسمح لي هنا سيد رنتاوي أحيل هذه النقطة تحديدا للسيد أسامة الدليل، مرحبا بك من جديد. ما رأيك بهذه النقطة؟ لماذا قد تلجأ المملكة العربية السعودية لتوجه هذه الرسالة المباشرة الحادة القاسية فيها تعمد بإهانة رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، يعني حتى نكون صريحين في المصطلحات التي جاءت في صحيفة عكاظ، وهل نحن أمام
دخول مباشر للمملكة العربية السعودية على خط الانتخابات على الأرض مباشرة، بعد أن قدم الأمر أنه اليوم عودة السفير السعودي جاء بتسوية دخلت فيها فرنسا وربما تكون فيها أطراف عربية أخرى لا ندري موقع مصر منها أيضا. خليني مبدئيا أقول أنه أنا لم أقرأ مقال أوكازو، لكنني قرأت مقالا في جريدة الشرق الأوسط، وفيما يبدو أنه المحتوى واحد، لأنه ما قرأته أنا في الشرق الأوسط بيقول يعني أنه هذه الانتخابات معمولة إما لدعم حزب الله أو إلى الإلغاء، يعني الكلام كان مغاير خالص. وعايز أقول برضو هنا في هذا السياق حاجة مهمة للغاية، عندما تكون هناك انتخابات نيابية في بلد عربي مهم والعالم كله يعرف أنه مهم لأسباب متعددة، هنا لازم أبص. واحد، كيف يرى اللبنانيون هذه الانتخابات؟ اثنين، كيف ترى الأطراف الإقليمية هذه الانتخابات؟ هل هي انتخابات لحل الإشكال الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم الحفاظ على كيان الدولة وسيادتها، أم إنه هذه الانتخابات معمولة للتنازع السياسي ما بين وكلاء متعددين؟ لأن كمان هنا أنا متأسف الموضوع مش السعودية بس، لا هناك أطراف متعددة حتى أطراف غربية صاحبة مصلحة على هذه الساحة السياسية. إذن أنا هنا أمام إشكال في الحقيقة لا يمكن النظر إليه من باب مقال في صحيفة، وإنما من باب نوايا في المحيط الإقليمي وبالنسبة على المحيط الدولي. الانتخابات التي ستبدأ غدا صباحا في للمغتربين في القاهرة، ويوم الأحد بعد ذلك، ثم يوم 15 هي واخدة مجراها، ما فيش حاجة هتلغيها ولا هتأجلها، لا يوجد أي مؤشر على هذا الكلام ولا يوجد أي شيء يستدعي هذا الكلام. ولكن صدرت إشارة من أمين عام الأمم المتحدة جوتيريش حذر فيه من انجرار لبنان بسبب حزب الله إلى نزاع إقليمي، ودي كمان يعني هي وجهة نظر، أنا عارف هي وجهة نظر مين والعالم كله عارف هي وجهة نظر مين، ولكن هذا يجعل لهذه الانتخابات قيمة في منتهى الخطورة. وبالتالي ينبغي أن الناخب اللي بكرة الصبح هيحط صوته في القاهرة كما سيضع صوته في السعودية وفي الكويت وفي غيرها في الحقيقة، ينبغي أن هذا الناخب ربما سيد الدليل يعني أنت تشير إلى أنه يفترض على الناخب أن يأخذ الخلاصات انطلاقا من ما وصلنا بالوضوح في الدخول مباشرة على خط يعني الانتخابات والمشهد الانتخابي. سؤال هنا، ربما الانتخابات للخارج قد تتم ويبقى في سؤال التخوف على الانتخابات في الداخل اللبناني، لكن لماذا قد تدخل المملكة العربية السعودية في قدها وقديدها إنجاز التعبير إلى ساحة الانتخابات اللبنانية إذا كنا نسلم فيما تقدمه؟ فقط يعني فقط في خلاصة سريعة لطفا. يعني عشان أجيب في خلاصة سريعة، ينبغي أن نعترف بالحقيقة، لبنان مهم، لبنان بلد مهم، وهناك كثير من الأطراف الإقليمية أصحاب مصلحة في لبنان، إما في استقراره وإما في الحفاظ على سيادته وكيان الدولة، وإما في العكس، لأن الصهيوني كمان ما هو متربص. وبالتالي هذه الانتخابات لها قيمة خطيرة، ما يصدر من هنا أو هناك سواء كان حيحسب على المستوى الرسمي أو على مستوى انتقادات إعلامية أو إشارات إعلامية بالناس بتتستر من وراها، أتصور أنه لابد من التعامل معها بمنتهى الحساسية وبمنتهى الوضوح. طيب اسمح لي هنا اسمع رأي سيد إبراهيم عوض، ما رأيك بذلك سيد عوض في كل ما تقدم بين ضيفينا من القاهرة وعمان؟ وفي نقطة لافتة أيضا فيما قدم بصحيفة عكاظ، في عملية تنصل من المسؤولية الكاملة المملكة العربية السعودية في كثير من المحطات والتفاصيل، تحميل المسؤولية بالكامل لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بما فيها موضوع التسوية الرئاسية التي أعادت به رئيسا للحكومة والرئيس ميشيل عون رئيس الحالي رئيسا للجمهورية. والنقطة الأساسية التي قدمها السيد الرنتاوي في عمليا محاولة استثمار الصوت السني من دون أن يكون هناك كتلة سنية وازنة لديها قيادة، في تعمد لذلك أقل إشارة أن نرى سفير السعودية يعود يحضر رئيس الحكومة إلى مأدبة إفطار
تجمعه دون أن يزوره قبلها السفير السعودي. هذه كانت مفارقة لافتة حتى في مكان وقيمة رئاسة الحكومة وتمثله أيضا بالنسبة للطائفة السنية بين قوسين معذرة في لبنان. سيدتي، كنت أول من أشرت صراحة إلى ما حصل مع بين السفير السعودي والرئيس نجيب ميقاتي الذي تربطني به صداقة، ولكن صديقك من صدقك. وأنا كنت أتمنى على الرئيس نجيب ميقاتي ألا يذهب إلى مأدبة الإفطار التي أقامها السفير السعودي قبل أن يأتي السفير السعودي ويقدم له هذه الدعوة في السراي وليس عبر اتصال هاتف، ولكن حصل ما حصل. ولكن أنا أريد أن أعود إلى مسألة في سؤالك الذي طرحتيه على ضيوفنا الكرام، مسألة التدخل السعودي في الانتخابات. مسألة التدخل السعودي في الانتخابات ليس بجديد عزيزتي، الكل يعلم ذلك. لطالما تدخلت المملكة العربية السعودية في الانتخابات اللبنانية، وتدخلها ليس فقط في السياسة ولكن أيضا بالدعم المالي والمادي وبكل الدعم اللازم على مدى أكثر من محطة انتخابية سابقة. وأنا عايشت أكثر من محطة انتخابية وشاهدت بأم العين التدخل السعودي في الانتخابات. لذلك اليوم قال الرئيس نجيب ميقاتي أن السفير السعودي هو من النسيج اللبناني. نعم، هو من النسيج اللبناني لطالما كان السفير السعودي من النسيج اللبناني، ولكن أضاف الرئيس ميقاتي أن لا تدخل حتى الساعة ظاهر في الانتخابات. لكنه قال أيضا ووجوده أساسي في الانتخابات، وهذه أيضا في المصطلحات لم تكن دارجة على حضور النفوذ السعودي كباقي الأطراف الأخرى، حتى نقول أنه في ساحة اللبنانية تاريخيا فيها ساحة نفوذ بين عربي إقليمي ودولي، لكننا لم نعتد ذلك. وكان الضخ السعودي لدعم الحريرية السياسية كتلة وازنة سنية وبعض الأطراف الأخرى التي في يعني تكون في مقابل المشروع الآخر بالنسبة للقوى اللبنانية في المقلب الآخر على ما يقدم. الصيغة مختلفة، الطريقة المختلفة، الحضور مباشر بهذا يعني الوضوح لم يكن كذلك. لا سيدتي الكريمة، بس اسمحي لي لمسألة أن أشير إلى مسألة معينة. أولا بالنسبة للتدخل السفير السعودي، أنت تعلمين أن في كل الدول العالم لا يوجد تدخل للسفراء مثل ما يوجد في لبنان، وما يقوم به السفير السعودي وغير السفير السعودي هو منافي لاتفاقية فيينا التي تحرم على أي سفير الكلام من دون أن يأخذ إذنا من وزارة الخارجية. ولكن في لبنان الأمور مستباحة يعني على الآخر كما يقال، وكل سفير يسرح ويمرح ويدلي بدلوه بهذه القضية. بالنسبة للسفير السعودي زميلتي الكريمة، يقال أو قيل أنه لا يتدخل، ولكن في خطابه الأخير الذي استمعنا إليه وتحدث مباشرة عن الوضع في لبنان واستخدم عبارات يعني يحث فيها الناخبين على عدم انتخاب السيئين، واستعمل كلمة معينة ولكن لا تحضر إلى ذهني في الوقت الحاضر، وهذا تدخل مباشر في الموضوع اللبناني وهو بصراحة غير مستحب لا من السفير السعودي ومن غير السفير السعودي، ولكن هذا هو لبنان مع الأسف زميلتي الكريمة. بالنسبة لحث الطائفة السنية، نعم كان هناك اعتقاد أن اعتكاف الرئيس سعد الحريري سوف يجر معه اعتكاف الطائفة السنية، ولكن لم يبدو الأمر كذلك بدليل أن هناك عشرات اللوائح التي شكلت وأعلنت والكثير منها هم من الطائفة السنية، سواء في طرابلس التي أنا أتحدث منها الآن أو في البقاع أو في صيدا أو في بيروت أو في غير المدن أيضا. طيب لذلك سيد عواد، حتى نفهم كيف ترى أو تريد أن تستفيد ربما أو تطوع الموقف أو الصوت السني للمملكة العربية السعودية، بمعنى هل استقال أو تراجع حتى فيما بعد الرئيس سعد الحريري من موقعه برئاسة الحكومة ومن ثم الاعتكاف عن ترشح الانتخابات من عندياته، أم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية التي رأت بأن المشهد مختلف يحتاج لأطراف أخرى تريد نتيجة مغايرة حسب موازين القوى؟ والسؤال الثاني في ذات السياق، هل يتم الآن الاستثمار في ورقة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حتى يعني الرمق الأخير بمعنى للوصول إلى الصوت السني حيث تريد؟ يعني اولا بالنسبه للرئيس سعد الحريري والاعتكاف، يعني بدا واضحا ان لا يوجد اي دعم من الرئيس سعد الحريري، بمعنى ان المملكه العربيه السعوديه ادارت ظهرها للرئيس سعد الحريري، وهذا احد اسباب الاعتكاف
الأساسية والرئيسية. بالنسبة لطرابلس كما طرحت علي السؤال، هناك طبعا رموز من تيار المستقبل، وهناك أيضا من يطلق عليهم اسم صقور المستقبل. على سبيل المثال الدكتور مصطفى علوشو كان نائب رئيس تيار المستقبل، وهو من صقور المستقبل، وهو الآن مرشح. وتيار المستقبل اتهمه بالخيانة بداية، ولكن عاد وتراجع عن هذا الاتهام. ويقال، أنا أقول يقال، أن هناك تعاطفا من المستقبل مع الدكتور مصطفى علوش على غير ما هو حاصل في الوقت الحاضر مع اللواء أشرف ريفي الذي هو متحالف مع القوات اللبنانية، لأن هناك شريحة واسعة في طرابلس لا تستسيغ دخول القوات اللبنانية بهذا الشكل إلى طرابلس لاعتبارات عدة أبرزها قضية الرئيس الشهيد رشيد كرامي. طب ما رأيك بذلك أيضا سيد عريب رنتاوي، عندما نتحدث عن استبعاد أو تحييد الرئيس سعد الحريري عن المشهد، نحن نتحدث عن توافق وتفاهم وبالتالي تأجيل مرحلة لحضوره، كان في عملية ضغط واسعة بدأت في نوفمبر من عام 2017، وبالأمس القريب كان في مزاد علني عمم متعمدا لبيع أملاك رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. هل نحن أمام مرحلة تستكمل أو المرحلة الثانية من عملية اختطاف رئيس الحكومة السعود اللبناني سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، وعندما تمت المراهنة على شخصيات أخرى من بينها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم تتم المرحلة الثانية في ذات الإطار على حساب رئيس الحكومة؟ ما الهدف من هكذا خطوة سعودية؟ يعني من الواضح تماما أن الحريري يعني سيرة السنوات الخمس الفائتة لم يعد فرس الرهان بالنسبة للمملكة العربية السعودية. يعني ما يمنع السعودية ربما من استصدار شهادة وفاة سياسية للحريرية السياسية هو أن هذه الحريرية ما زالت يعني لها تأثير ولها قواعد يعني في لبنان لا يمكن التنكر لها أو تجاوزها. لكن في مطلق الأحوال والسيناريو الأفضل بالنسبة للسعودية هي الاعتماد على مجموعة من الحلفاء من الوكلاء داخل الطائفة جنبا إلى جنب مع فرس الرهان الأساسي للمملكة وهو القوات اللبنانية وسمير جعجع. لكن المملكة تدرك أو ربما أدركت متأخرة أنها مهما قدمت من دعم لسمير جعجع لن يكون بديلا عن وجود قاعدة سنية قوية تدعم المملكة العربية السعودية وتكرس حضورها. يعني لا يمكن لدولة زعيمة للعالم العربي أو لزعيمة للعالم الإسلامي أن يكون فرس الرهان الأساسي إليها في لبنان يعني القوات اللبنانية. هذا أمر، لهذا عبر شاشتكم قلنا في حينه أن السعودية أطلقت النار على أقدامها في لبنان عندما اعتمدت سياسة الحرد وإدارة الظهر في نفس الوقت. هي الآن تتدارك هذا الموقف. لكن دعينا ننظر للمسألة أيضا بمعزل عن الزواريب إن شئت الانتخابية اللبنانية، الصورة الإقليمية الأوسع والأشمل التي يندرج فيها القرار السعودي. نحن في مرحلة إعادة تشكيل لهذا الإقليم، نحن في مرحلة سيولة إقليمية متدفقة. يعني نحن أنهينا للتو جولة حوار خامسة بين السعودية وإيران. يعني هذا أمر أعتقد ستكون له تداعياته، وكانت جولة ناجحة، وسينتقل الحوار من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، وهناك اتفاق على جدول أعمال. هذا أمر يعني ما كان ممكن الوصول إليه في الجولات الحوار الأربع. تركيا والخليج، تركيا وإسرائيل، تركيا ومصر، يعني وهذا الغزل المتزايد مع القاهرة من قبل أنقرة، والخطوات التي تتخذ ضد الإخوان المسلمين في تركيا. نحن أمام حالة سيولة إقليمية. دعينا لا ننسى أيضا الدور الصامت الذي تلعبه الإمارات التي استعادت علاقتها بالكامل مع دمشق، وهي الآن تلعب سياسيا ودبلوماسيا على ثلاثة خطوط بالغة الأهمية: خط أنقرة دمشق، خط دمشق تل أبيب، خط دمشق القامشلي مع الحركة الكردية. أعتقد أن هذا الحراك الكثيف يستلزم من الأطراف أن تجمع أوراقها، أن تحسن مواقعها، حتى إذا جاءت لحظة ربما إبرام التسويات الصفقات الإقليمية يعني تكون هذه الأطراف في موقع قوة. ثم إذا صحت الأنباء بأن السعودية يعني بصدد استئناف علاقتها أو أنها استأنفت بالفعل علاقتها مع دمشق
وأن هناك لقاءات بهذا المعنى. ما الذي سيمنع بعد كل هذا الحراك السياسي أن نعود من جديد إلى معادلة سين سين، أو إلى معادلة سين سين زائد ألف إيران المقصود بها يعني، أو سين سين زائد ألف زائد فا فرنسا؟ يعني أعتقد أن هذا الحراك الإقليمي هو في أيضا في خلفية المشهد الذي يتظهر الآن يعني على الساحة اللبنانية، وفي لحظة استحقاق انتخابي حاسم مهم سوف يعني تتظهر من خلاله أوزان القوى على الأرض، وكل طرف يريد أن لا يخرج من المولد إلا بكثير من الحمص وليس بالقليل منه. وربما هذا ما تفعله السعودية وتفعله في ربع الساعة الأخير بعد فترة طويلة ومديدة من الحرد وإدارة الظهر، وتريد أن تستلحق ما يمكن تداركه في هذا المجال من خلال هذا الحراك الكثيف. لكن المفارقة في الحقيقة أنه في الوقت الذي يعتبر فيه التيار السيادي في لبنان، تيار السيادة في لبنان، أنه هو الأحرص وهو الأكثر التزاما بفكرة الدولة وبفكرة السيادة، لا يتورع عن القول بأنه جزء، بأن السفير السعودي جزء من النسيج، وأنه جزء من العملية الانتخابية، وأن يعني في الحقيقة هذه مفارقة. أنا أتفق مع هذا لافت لا سيد درنتاوي، بمعنى لو قالها السفير السوري أو قالها يعني السفير الإيراني في لبنان كان يعني كنا سنشهد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيخرج أيضا ما تشير إليه. قالوا الأستاذ إبراهيم عوض صحيح، لبنان ساحة مستباحة لكل السفارات ولكل الدول ولكل أجهزة المخابرات، وهذا أمر ليس بالجديد، هذا أمر تاريخي بهذا المعنى. ولكن نحن ولا أستغرب تصريحات كهذه من تيارات لا تزعم ولا توصف نفسها بأنها تيارات سيادية. التيار السيادي، انا هذه يعني هذه الكلمه اسمعها كثيرا في الاعلام اللبناني وفي كلمات واحيانا تثير حفيظتي في الحقيقه بالنظر لما نعرفه من حجم التدخلات، لكأن التدخل من جهه مسموح ومن جهه ثانيه غير مسموح. دعينا نعترف ان الكل يتدخل، والكل له علاقات، والكل له ارتباطات، والكل له مصالح، ومثل ما قال صديقنا من القاهره، نعم ليست المملكه السعوديه لوحدها يعني من يتدخل فيها. ما احنا بنتذكر زيارات الرئيس الفرنسي والطريقه اللي خاطب فيها الطبقه السياسيه اللبنانيه، يعني طريقه مدرس مع تلاميذ، يعني مش طريقه تليق بدوله ذات سياده في هذا المجال. واللي قاله الاستاذ ابراهيم قبل قليل يعني طيب. عن قصه دعوه الرئيس الميقاتي الى العشاء او الى الافطار قبل ان يكلف السفير نفسه بزياره بروتوكوليه لمكتب رئيس الحكومه، في الحقيقه امور لا يمكن القبول بها، ولكن مره اخرى ويلكم تو ليبانون، هذا هو لبنان يعني. طيب قبل الذهاب اليك سيد اسامه دليل، اريد اسمع تعليق منك سيد ابراهيم عوض على هذه النقاط تحديدا موضوع السياده، وفي نقطة خطرت في بالي، هذا الكلام ألا يغضب الطائفة السنية؟ يعني عندما يكون في إمعان في استهدافها بشكل أو بآخر برموزها، من حكم البلاد تحت عنوان يعني ما بعد يعني الحرب الأهلية بين قوسين واتفاق الطائف، يقال له في صحيفة سعودية وأنت تريد أن تقول بأن لا تمثل صوتا مباشرا سعوديا، بأنه سياسي صغير في تيار حسن، هو يقصد هنا بالنسبة لحزب الله سيد حسن نصر الله في كثير من المصطلحات، هذا لا يغضب الطائفة السنية؟ هذا يفترض أن يكون له تداعيات لا؟ سؤالية؟ لا للسيد إبراهيم عوض، سأعود إليك معذرة واستسمحتك سيد الدليل. تفضل. شكرا جزيلا. سؤالي ستنا أنا عفوا شوي الصوت مش كثير واضح، على كل حال بس بسريع السؤال لأنه ما قدرت استوعبته واستفدتك عن صحيح حدا بعد أمريكا. أنا أسألك عما علق عنه سيد رنتاوي حول موضوع يعني مفهوم السياديين وفي التعامل مع ما تقوم به المملكة العربية السعودية، وجزئية التي أشرت إليها بذهاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مأدبة الإفطار من قبل يعني أن تأتيه يعني زيارة بروتوكولية من السفير السعودي، وعمليا أن يكون هناك إمعان في استهداف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لا يغضب الطائفة السنية استخدام بعض المصطلحات التي تعمدوا في تعمد بالإهانة في الصحيفة؟ يعني أولا طبعا الرئيس سعد الحريري قاعدته الشعبية الواسعة وإن تراجعت بعد ذلك، ولكن ما زال قاعدته الشعبية موجودة وحاضرة، وهناك تعاطف سبيل مع الرئيس سعد الحريري. ولكن أريد أن أشير إلى أن صحيح أن الرئيس سعد الحريري هو يعتبر زعيم السنية الأول في لبنان، ولكن ليس هو الوحيد أيضا، ولا يجب أن تكون الطائفة السنية مطوبة بشخص واحد فقط.
هناك ايضا شخصيات اخرى، ولكن لم يعطى المجال اسباب يعني هدعة مسموح يعني اهانتها حسب حجمها يعني؟ ابرزها سيدتي الكريمه انه ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضمن هذا الاطار لم يكن بالامكان اختراق هذه المساله، وكان الكل يحترم هذه الخصوصيه. من هنا الشعبيه الاساسيه للرئيس سعد. بالاضافه الى نحن نعلم ان هناك شخصيات سنيه عده، هناك على سبيل المثال هناك الاستاذ عبد الرحيم مراد في البقاع، طيب. هناك الاستاذ فيصل كرامي، هناك الاستاذ مصطفى سعد، هناك ايضا نعم. طبعا معارضون او موالون الى المماليك، هناك الاستاذ مخزومي في بيروت، يعني اقصد ان هناك شخصيات سنيه عده لا يجب ان تكون محصوره في شخص واحد، وان كان طيب. في الوقت الحاضر حتى هذه الساعه القاعده السنيه الاوسع نعم. هي للرئيس سعد الحريري بصراحه. برأيك بذلك سيد أسامة الدليل، ومباشرة فيما أشار إليه السيد الرنتاوي، يفترض بأنه ما بعد يعني اختطاف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان هناك تسوية فرنسية، كان في حضور لأطراف عربية بما فيها مصر، ومصر كانت حاضرة أيضا على خط الأزمات المتلاحقة ما بعدها في لبنان وجهود دبلوماسية مباشرة. أين هذه الأطراف مما تقدمه أيضا من جهود وحضور أو حتى غطاء مما يجري ويتعرض له رئيس الحكومة؟ رفع هذا الغطاء؟ لا، خلينا نتكلم عما يخص مصر، لأنه مصر في الحقيقة ورأت أن هناك تهديدا وجوديا على الدولة، فالدولة اللبنانية فانخرطت في هذا الاتجاه. لكن فيما يتعلق بالتأثير السياسي، مصر في الحقيقة لها رؤية مغيرة، لأنه المواطن اللبناني يعيش تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية مروعة، وهذه الاعتبارات ينبغي أن تكون في نظر الناخب وهو يضع صوته لهذا أو لذاك. أما فيما يتعلق بلعبة اقتسام كعكة النفوذ في لبنان، فمصر في الحقيقة ترى ما هو أبعد من ذلك. مصر شايفة التهديد الوجودي على الدولة اللبنانية. وخليني أتكلم بمنتهى الوضوح، طالما أن مناخ النقاش النهاردة بيتسم بهذه الواقعية الفريدة في الحقيقة، وأنا بشكر السادة الزملاء، يعني أنه ما لم تحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية فما قيمة السياسة والنفوذ السياسي؟ هل حيرتكن الناس للمال السياسي، للرشاوة، لهذا الفساد الذي أفضى إلى ضياع حاجات كتير؟ نعم. يعني في الحقيقة أن القاهرة بتنظر من منظور أعمق شوية. نعم. أما فيما يتعلق باقتسام كعكة النفوذ السياسي على الساحة اللبنانية، فهذا شأن أطراف أخرى، سواء كانت خليجية، سعودية، فرنسية، تركية، يعني الأسماء كتير في الحقيقة. إذن هذا مرتبط بالتحولات التي نراها أيضا في الإقليم. سنكمل في هذا النقاش في المطلوب والمآلات، وإياك سيد أسامة الدليل، سيد إبراهيم عوض، وسيد عريب الرنتاوي، ومشاهدينا، ولكن بعد فاصل قصير. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. رغم إبداء جميع الأحزاب تقريبا خيبة أمل من قرار تيار المستقبل العزوف عن خوض الانتخابات، تظهر الوقائع رغبة بعض الحلفاء السابقين بالتوسع جماهيريا ومناطقيا على حساب التيار، أبرزهم حزب القوات اللبنانية. عند هذه النقطة باتت القطيعة بين أقطاب 14 من آذار واقعة. القوات يسعى لوراثة ناخب المستقبل، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة سارع مع عدد من قيادي المستقبل إلى دعم مرشحين في عدد من المناطق، خلافا لقرار الحريري بالمقاطعة. عرفت العلاقة بين المستقبل والقوات اللبنانية مدا وجذرا، لكن المحطة الفاصلة كانت يوم شعر الحريري وأنصاره بأن القوات ورئيسها سمير جعجع تنكرا له عندما احتجز في السعودية، بل إن جعجع بدا قريبا من الموقف السعودي آنذاك، ما جعل البعض يتحدث عن غدر قواتي. في السنوات الأخيرة خصوصا بعد حراك 17 من تشرين الأول، اتسع الشرخ
وتفاقم الخلاف بين الجانبين اللذين تبادلا الاتهامات من دون توقف محاولات القوات استمالة مؤيدي المستقبل وراثة الحريري بعدما شعر بحجم الغضب السعودي عليه وتقلص الرعاية الإقليمية والدولية له أيضا. إذا انطلاقا من هذه المعطيات نجدد ترحيب ضيوفنا. سيد عريب الرنتاوي معنا من عمان، سيد إبراهيم عوض أيضا معنا من شمال لبنان على أمل أن يعني يسمعنا، وأيضا سيد أسامة دليل معنا من القاهرة، مرحبا بكم من جديد. سيد إبراهيم عوض تسمعني؟ نعم. سؤالي مباشرة إليك، فيما جاء في صحيفة عقاد كتب في ظل المقال فرصة تاريخية حانت الآن ربما لا تستحقها، مخاطبا بسعد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ولذلك عليك أن تنحاز لوطنك أولا ولطائفتك ثانيا. ما هو المطلوب الآن إذن من رئيس الحكومة سعد الحريري إذا فكرنا من النهج أو الرؤية السعودية؟ يعني كما فهم من المقال أنه يريدون من رئيس سعد الحريري أن يعود عن تعليق المشاركة في الانتخابات ويحث أبناء طائفته على مشاركة في الاقتراع وفي تأييد من هم يعني حلفاء المملكة العربية السعودية وفي مقدمهم بالطبع القوات اللبنانية. أريد أن أذكر بمسألة بالنسبة للمملكة العربية السعودية والعلاقة مع القوات اللبنانية. في فترة كان هناك قطيعة بين لبنان قبل هذه الفترة، يعني قبل القطيعة الأخيرة كانت فترة جفاء بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وكان الرئيس سعد الحريري ما زال رئيسا للحكومة، وإذ يعني فجأة تبعث إلينا المملكة العربية السعودية بمندوب اسمه نزار العلولة بعد غياب طويل عن رؤية أي مسؤول سعودي هناك. المندوب السعودي السيد نزار العلولة أول زيارة قام بها ليس لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب ولرئيس الحكومة بل لمعراب حيث يقيم قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وقال من هناك أنا آتي إلى بيتي ولست بحاجة إلى دعوة. من هنا يمكن أن نفهم هذا الحلف أو هذه العلاقة الحميمة بين مزدوجين طبعا بين المملكة العربية السعودية والقوات اللبنانية. واليوم هناك هذا الخلاف والتباعد الكبير بين المملكة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، علما أن تيار المستقبل بشخص الرئيس سعد الحريري لطالما كان حليفا للدكتور سمير جعجع، ولكن حصل ما حصل، هناك اتهام بالطعن والغدر خصوصا أثناء توقيفه. نعم. إلى وصولا إلى يومنا هذا حيث نرى هذا الهجوم وهذا الانتقاد. هل المطلوب العودة عن يعني العزوف عن الانتخابات أم الدعوة للمشاركة خصوصا بالنسبة للطائفة السنية الكريمة في لبنان، وأيضا دعم بعض الشخصيات لأنه أنا أو لا أحد غيري، هذا كان العنوان الأساسي، وفي متن أيضا ما قدم بأنه يفترض أن يتراجع عن سياسات رئيس الحكومة سعد الحريري بالتخلي عن بعض الصقور مثل فؤاد السنيورة وأحمد فتفت ومروان حمادة، هل مطلوب دعم هذه الشخصيات بعينها أيضا ولماذا؟ بشكل سريع لطفا سيد عوض. طبعا هذه الشخصيات تلقى يعني تلقى قبولا من قبل الرياض والكل يعلم ذلك زميلتي الكريمه، ولم يكن ليخوض الانتخابات لو لم يكن هناك مباركه سعوديه، لان هناك يعني تفاهم وكما ذكرت حلفاء للمملكه العربيه السعوديه. الرئيس يفهم من كلام عقاص انهم يريدون من الرئيس سعد الحريري ان يحث الطائفه ابناء الطائفه السنيه على الانتخاب، يحثهم على انتخاب حلفاء المملكه كما ذكرت، انا لو اريد ان اكرر نفسي، وانتخاب كما الذين ذكرت اسمائهم على سبيل المثال اللواء ريفي الى حد ما، اللواء ريفي لم يعد يعني نعم. حليفا قويا لسعد الحريري، ولكن هو حليف اساسي للقوات اللبنانيه بالوقت القادم. طبعا الدكتور فتفت والرئيس فؤاد السنيوره ولائحه الرئيس فؤاد السنيوره. جيد سيد عوض، ايضا بانك نختم تقريبا في المسائيه وانت تشير الى انه مضمون عقاد وكانه رؤيه سعوديه كامله الاركان ربما لخطه مرحليه حاليه مرتبطه بالانتخابات، هذا ايضا في الخلاصات. سيد اسامه الدليل قبل ان اذهب اليك، سيد عريب الرنتاوي سامحني، هل يجب ان نقلق
على مصير ربما كتلة وازنة مهمة في النسيج الوطني اللبناني عن الطائفة السنية، وما يفترض مواقع للدول العربية التي قد تبدو راعية بشكل أو بآخر لأهمية هذا المكون طالما التركيبة هكذا في لبنان؟ مبدئيا لا يوجد لدي على الأقل، وبدأ التحليل لا يوجد لدي سبب للقلق، لأنه من وجهة نظري أنه الناخب اللبناني يعلم جيدا أين تكمن مصلحته وأين تكمن مصلحة بلاده وأين معنى السيادة على أرضه، ودي مسائل في النهاية بتحسمها القرار إن كان على المستوى الفردي أو إن كان على المستوى الجماعي. يعني هذه المسألة بتتجاوز في الحقيقة المنظور الطائفي كتير قوي. الشيء الثاني اللي بيتعلق بالمحيط الإقليمي، المحيط الإقليمي كل طرف حتى التركي، يعني أنا مش عايز أفتح في ملفات كتير، كل واحد له حساباته في كعكة سلطة تستند إلى الهوى، لأنه إذا كانت لبنان بتمر حاليا بأصعب وأكثر اللحظات حرجا في تاريخها فيما يتعلق بوضعها الاقتصادي ووضعها الاجتماعي والتهديدات أيضا اللي موجودة من البحر ومن البر في الجنوب، طيب. لا، هذه مسألة في منتهى الخطورة. من يراهن على كعكة مهددة أصلا ولا تستند على شيء؟ وبالتالي الناخب اللبناني هو يرى تماما مصالحه، وبالتالي أنا ما عنديش أي مجال للقلق. إذن تستند على شيء، ونحن في الميادين تغطيتنا انتخابات البرلمانية اللبنانية، انتخابات الخيارات، هذا يعيدني إليك سيد الرنتاوي بأطرح بثلاث نقاط سريعة. ماذا كان يراد من رئيس الحكومة سعد الحريري سعوديا ولم يقدمه ويستطيع، وهذا هنا نقطة ثانية، رئيس حزب القوات سمير جعجع أن يقدمه؟ وهل يجب أن نفكر بأن قد تستخدم ورقة بشكل أو بآخر لتعطيل انتخابات حتى الآن ترى السعودية وأطراف أخرى في محورها أنها لن تميل بموازين نتائجها حيث تريد، فيما أشرت إليه موازين القوى التي تختلف حتى على المستوى الإقليمي وربما الدولي؟ يعني أعتقد أن السعودية طلبت من الحريري يعني أكثر مما يستطيع، وإذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع، ولهذا آثر يعني الانسحاب والاستنكاف والابتعاد والاستقالات المتكررة وغير ذلك. والحريري كان في الحقيقة يعاني من غدر حلفائه، من غدر الأقربين إلى السعودية في هذا المجال. ذكرتم واقعة الاعتقال في الرياض، لكن دعينا أذكر أيضا بأن القوات اللبنانية لم يرشح سعد الحريري لرئاسة الحكومة الأخيرة التي شكلها سعد الحريري، بمعنى أن القطيعة وصلت إلى هذا الحد، لم يعودوا حلفاء في هذا المجال. ودعينا أذكر أيضا أن بعض القوائم المحسوبة على المستقبل والمتحالفة مع القوات اللبنانية في المناطق السنية تواجه عنة حقيقيا ومصاعب حقيقية في كسب الجمهور السني بشكل أو بآخر. طرابلس مثالا، ولكن ليس طرابلس لوحدها في هذا المجال، بمعنى أن الشرخ لم يعد بين الحريري والقوات، الشرخ بات بين الطائفة السنية في معظمها والقوات اللبنانية، وتظهر ذلك بشكل واضح يعني في طرابلس وامتد إلى مناطق أخرى في هذا المجال. المشكلة أن السعودية لم تفكر بالإجابة على سؤال هل يستطيع سمير جعجع أن يقدم لها ما عجز عنه يعني سعد الدين الحريري؟ أعتقد أن من الواضح أن الجواب واضح على هذا السؤال، ولكن يبدو أن هناك كان في رغبة في المقامرة، في المغامرة، في التجريب، جريا على ما شاهدناه خلال السنوات السبع الفائتة في بعض الملفات الخارجية في السياسة السعودية، اليمن، قطر وغيرها في هذا المجال. الخلاصة الآن أن ما تريد المملكة من الرئيس سعد الحريري أن يكون رئيس الماكنة الانتخابية للقوات وأشرف ريفي وبعض صقور المستقبل ومن خرج عن إرادة سعد الحريري مدعوما الآن من السعودية. هل يمكن أن يهبط الحريري بمكانته السياسية والرمزية من زعيم لطائفة وزعيم وطني عموما ليس فقط للطائفة السنية إلى مدير حملة انتخابية أو مدير مكنة انتخابية بهذا المعنى؟ في الحقيقة يحضرني تشبيه آخر في هذا المجال. هل يراد لسعد الحريري أن يكون عبد ربه منصور هادي رقم 2؟ كأن يشكل مجلسا رئاسيا لإدارة الطائفة ثم يغيب يعني في
في يطويه النسيان بهذا المعنى؟ أنا في الحقيقة لا، يعني أرى أن هذا هو السيناريو ربما يكون الأقرب الذي ترى تعده المملكة لسعد الحريري، عبد رب منصور هادي اثنين، ولكن على مستوى الطائفة ومجلس رئاسي للطائفة. هذا الدور الذي يراد الحريري أن يقوم به، فهل يقوم به؟ فهل سيقوم به كما فعل عبد رب هو سؤال مفتوح، والمقاربة تجوز على أنه حمل عبد رب منصور هذه مسؤولية كل الفشل سنوات الحرب السعودية في اليمن وعليها وكذلك لبنان. إيه سيد الرنتاوي، في تعليق بعد سيد الرنتاوي؟ لا لا، أنا أردت أن أقول أنه فعلها عبد رب منصور هادي وغاب عن المشهد السياسي بالكامل. أنا شخصيا لا أتمنى لسعد الحريري أن يفعلها. شكرا. لديه حتى الآن ورقة إماراتية يمكن أن يلعب فيه، لديه ربما نصف ورقة مصرية، لا أدري بالضبط إلى أي حد ستذهب مصر يعني في الحفاظ أو تأمين شبكة أمان لسعد الحريري في هذا المجال، ولكن الحريري لم يفقد كل أوراقه بعد، والورقة الأهم أنه كما قال الأستاذ إبراهيم من طرابلس أنه لا يزال الزعيم السني الأبرز. شكرا يعني جزيلا لك سيد عريب رنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان. جزيل الشكر لك سيد إبراهيم عوض المشرف على موقع الانتشار الإلكتروني، ضيفنا من طرابلس في شمال لبنان، وسيد أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية في الهرم العربي، ضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة. من جديد شكرا لضيوفنا. لمشاهدينا المسائية انتهت، دائما للمزيد الميادين دات نت. إلى اللقاء.